بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا السيارة هذه مضيعة في الزيت، كاتفونسيت اتش دي 1.6 مضيعة في الزيت من ماريني فلير المكان هذا. شوف في هذا، شوف في تضيع الزيت، فما زيت هنا، هذا زيت، شوفوا ناش، نحاولوا نصلحوه. باش نبدا نفكوا الاخطاء. هذا هي نتاع المحرك، نخرج جنب، نفكوا الفيشة هذيا، نحطوها على جنب، هذي فيها سان خدمي، نشوفوا تضيع الزيت هذايا من الرينفلير، هذايا من المكان اللي يتنفس منه المحرك باش يمشي للادميسيون، باش يمشي شنو نقولو، نجيبو مفتاح سبع، نفكو الكلية هاذي، ولا تورنوفيس ولا نجي، ونجيبو بانس غاز، نفكو بيه، تيب هذا اللي يمشي التربو. كل الديريت نتاعنا هذايا اللي منين شاكين فيه في تضيع زيت، فكيناه، شوفوا تضيع زيت، الجوان هذايا هو اللي فيه الإشكالية، جوان توريك هذايا، وزيد هذوما الأقراف يولوا يتعبوا، تنوريكم كيفاش شوف الزيوت اللي خارجة، وينزل تحت السيارة كأنه يعني. الزيت شفتو يبدا نازل يمشي تحت السيارة لي يوصل للأرض، تقول كأنه شوف كيف نازل، تمنين نازل، ينزل من فوق، يبدا نازل من هنا من المكان هذا اللي هو متاع رينفلير هذا، يقطر هنا فوق المحرك، بعد ما يقطر فوق المحرك ينزل تحت السيارة، وينتشر طبعا الانتشار يخليه هو كونه المكان اللي ينزل فيه مش مكان يعني سوي وينزل طول للأرض، لا. ينتشر فوق البوات او فوق المحرك او دورة المحرك، قد ينتشر في تحت المحرك كله، تقول انت المحرك هذا كله هاي يضيع في الزيت، هو لا مش محرك يضيع في الزيت، هو هذا الفلير يضيع في الزيت، يخلي الزيت يخرج من غادي ويبدا يضيع لبرا. اظن الزيت ها نشوف فيه، شفتوا الزيت قداش مغدر هنا، هذا كله زيت، هذا كله نازل من الفلير هذا، من المنفس هذا اللي هو يتنفس من المحرك ويهتم به الاسمون الادميسيون، يجبد اسبيري الهواء هذاك ويرجع للمحرك. بعد ما فكينا هذا شفنا الزيت نضيع، ونجيبو انا ديما نحب هذايا ليسونس اللي هو مخلط بالديليون، ديما نحب الموديل هذايا على خاطر فيه نوعين، فيه ليسونس وفيه ديليون، فيه يعني البنزين وفيه ديلانتي. صبوا شويه من هنا، ناخذوا الشيتا وشوي شوي شفوشة، نغسلوه هذاك باش ننظفوا مكاننا، باش نضفوا مكانك الزيت هذاك كله، هذا شيء مش بعد كان فما تضيع ولا حاجة ما عرفوه هذا يضيع ولا لا. تحب تغسل المحرك كله من هذا من الليسونس مخلط بالديليون هذا، اغسل وخليه يشيح من غير ما تزيد الماء، انا تبغى نزيد الماء شوي بلص الزيت بركة على خاطر باش نحاول ننزل ماكسيموم لوطر باش يهبط الزيت من المسخ هذاك. نجيبو حاجة مليانة بالماء، كما مثلا ها
هذا كذا مهد نقبوها نعمل لها حاجات نقبوها نقبوها هكا شوي هكا كذلك الشيتا كذلك البروس او الشيتا تبدا في يدك هكا الماكن تاع الماكن اللي هو كان فيه الزيت في البروس من بعد تريتو نزلوه الاخرى من بعد باش ايش عليه هكا تخافش عليه من الماء المكان هذايا انا ما فيش حتى الكهرباء اللي بيشتغل عليها والماء هذا باش ينزل الزيت هذاك اللي نقاد في الأرض نزل عليه مليح نزيدوه توا شوية دينون حتى نقبوها شوية هكا نزيدوه شوية دينون نظيف اللي هو يصنع في قلق الدينون خلوه يشيح شوفوا هنا هذا الديبيمتر كان تخلى شوية ماء ولا حاجة نمسحوه من فوق لفوق هذه هي الديبيمتر اللي هو اسمها بالديبيمتر هذا الديبيمتر خلوه هكاكا يشيح وتوا ننظفوا هذه كيف كيف ناخذ لها شوية ايسونس ولا ديليون ولا مازوت وننظفوها تيب هذه بعد ما نظفناها كي كلها نمسحوها شو اللي عندنا احنا هو اللي ضيع في الزيت هو الطريف هذا اللي هو سموه بالفرنسوية جوان توريك اللي هو هذا جوان توريك هذا فكر جوان توريك هذا من مكانه شوفوا إبرة يعني حاجة مسمار ولا حاجة نخرجوه يخرج من مكانه هذي فكناه من مكانه حطوه على جنب نمسحو مكان هذي مليح ونمسحو الجوع مليح بعد ما مسحنا هذا مليح ونظفنا هذاك خلوه يشيح نجيبو هذا يسموه تيفلون او يسموه ها يعني اللي يعملوا به السباب نتاع الماء اللي يعملوا به الماء يعملوا به يعملوا به كل جوان تحت السبله نعملوا منه جوان هنا تحت تحت الجوان توريك هذاك باش نخشنوا المكان باش كي يدخل الجوع يولي يطبع يولي انا ماش يخلي الزيت يخرج نعملوه بزيادة شوي مش مشكلة لأن هو طري يدخل تحت الجوع مهمش لأن حتى ولو تغير لها جوان جديد دي هذا جوان تريك جديد ديما تقعد تضيع لأن هذا يتحرك زين نرجع الجوان تاعنا فوق هذا زي ما هو هكاكا خلوه نكبس عليها مليح نستنوا هذه تشيح شوية لأن مليناها بالماء اللي عنده شيفونة ولا حاجة يتبعها بشوي بشوي بالشيفونة بهذا الكلام لوحة نقفة كده شيح
في هذاك هذا التربو هذا نجم نمسح شويه بلاستيك تيب نشوفها كان فيه جي ولا لا. لابس عليه ما فيش جي معناتها لابس عليه وما يضيع زيت، لابس عليه معناتها ما فيها شيء احتياطه برا. مادام كنت فكيت طل عليه وتعرف حاجه اللي هي، علاش نقول لكم ديما تبعوا الفيديو للاخر، لان فما حاجات في الاثناء تخطر بالي ننصحكم فيها ونفيدكم بها. مسحناه تو هذا نظفناه وعملنا هذايا، عملنا له اللي قلت لكم عليه هذاك يسموه تيفلون ولا يسموه يعني تبع الماء تبع جماعة السباب. نرجعوا الديريت نتاعنا هذيك هنا نرجعوا الديريت المكان نتاعنا هو تو باش يدخل غصب شوية لأن الأخشان شوية جوا عليه. حضروا هذا التربون حضروه باش يعاوننا في الدخول. ثم البلاستيك الوطني رد لنا منه اول شيء لا خشين شويه ممكن خلينا نزيدو هي يشد شوي نقصوا منه شوي كان جا خشين شوي خليش واحد يدخل ونرجع نروي يصبر عليه شوي الواحد بالجواي نجم يطبع. هذا ما تنسوش اذا من داخل تنظفوه نسيت هنا بكل كيف كيف طول من هنا فمش حاجة نقصوا منه شوية كان كنزم باش ما يتعبناش في الدخول انا خشنا فيه بزيت انا خاصينو نعمله بشوي بشوي ونقيسو لين يولي يدخل نورمال. مازال خشين شوي نزيدو نقصولو لين يولي حيناه كلنا نعاودو له طري بركة باش معنا متعبناش معملولوش برشا كي المرة الأولى دورة أو دورة نص يكفي. توا شد مكان